عايز اعرف كنت فين امبارح. يا دي هكدب عليكي ليه؟ على القهوه، على القهوه، على القهوه. اثبت لي انك كنت على القهوه. ما انا ثبتت لك امبارح، انا مش مصور نفسي سيلفي. كانت نفس صوره اول امبارح. ما بنقعد على نفس القهوه ونفس التيشيرت. بصي بقى دي حاجات رجاله بقى. احنا كرجاله كل شاب فينا بيبقى مخصص طقم للقهوه. فده ده التيشيرت بتاع القهوه اللي بلبسه وانزل بيه. مش هكلم انا حد من صحابي، انت مجنونه؟ لا اثبت لي انك كنت على القهوه، اثبت لي. مش هينفع يعني، ما عيب. انا منظر انا ايه قدامهم؟ ليه مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ يعني اكلم انا واحد صاحبي اقول له انا كنت معاك على القهوه ولا لا؟ هيقول عليا انا ايه؟ مش عارف، ما فيش رصيد. يا خبر ابيض، خد كلم من عندي. انا كنت على القهوه. ايوه انت يعني بتتعلم دلوقتي ازاي تعمل كول اصلا، صح؟ يعني انا افتح السبيكر، افتح السبيكر. ما ردش. سيب الجرس لاخره. ما هو احنا تاني سيب الجرس لاخره. احنا كرجاله هي رنه ما ردش من اول رنه بيبقى مشغول. اهو بيتصل اهو. رد 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 يا ابني رد. الو يا بارد يا ابو، ازيك؟ كويس. بقول لك ايه، انا دودو جنبي. انا دودو فوق اصلا بقى. بقول لك ايه، احنا امبارح كنا فين بالليل؟ انا وانت قاعدين مع بعض على ليالينا. ليالينا دي ايه؟ ليالينا دي ايه؟ قهوه ولاد بس. قهوه. شكرا يا ابو. شكرا. شكرا يا سنة. شكرا يا ابو. انا صعب. ابو شكرا يا ابو. شكرا شكرا، ميرسي قوي. سلام. لازم نقول الحقيقه لاخويا. حبيبي ما انا خدت منه اخوك فعلا. سلام. منظر انا ايه بقى قدامه؟ منظر انا ايه؟ يعني ثانيه، انا ما بكدبش، انا ما بكدبش. كلم لي فادي. لا طبعا مش هكلم. وكل لا طبعا، لا طبعا. كلمني فادي. فادي مش انتيمي يعني. لا 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 ابو بس ما برتاحلوش قوي. كلمني فادي بقى. لا فادي، لا فادي. كلم لي فادي دلوقتي. اتفضل. ليه مش ليالينا بتاعتنا كلنا ليالينا؟ ها لا لا لا، ما اسمعش. لا لا لا، بص انت اللي متوتره، انت اللي عامله حاجه ومخبياها وعماله تغلوشي. اقلب اقلب الترابيزه، اقلب اقلب الترابيزه. ايه ما تخليناش. كلم لي فادي دلوقتي. طب هكلم لك رزه، اكلم لك واحد صاحب تاني، اكلم لك واحد صاحب تاني. اتفضل. انا فادي مش انتي. اتفضل. صاحبي يا صاحبي الشوكتين سكتني ورحت فين؟ انا اهو، انا اهو بقول لك ايه يا صاحبي. قوله بس. انا دودو، انا دودو جنبي وفتح السبيكر. مش احنا امبارح؟ متقلقش. مش احنا امبارح كنا مع بعض؟ اه يا حبيبي. حلو. كنا بنعمل ايه بقى؟ احكي. على ايه؟ لا على عند ليالينا. عند ليالينا كنا بنعمل ايه؟ على ليالينا قاعدين على القهوه. تمام. كنا بنعمل ايه على القهوه؟ مش كنا بنشرب مشاريب عادي وبنلعب طاوله و صح اهو اهو. اه والله. اه ماشي ماشي، هكلمك تاني. كانت ليالينا كلنا صح؟ هكلمك تاني صح ولا انا بيتهيألي؟ هكلمك بس بقى، هكلمك تاني. انا منظري ايه قدامهم؟ انا منظري ايه؟ انا مش راجل؟ إيه؟ مش حاكمك، مش شكلك. كنا في ليالينا. بتلحقوا تقولوا كنا في ليالينا؟ لا بقى. بس بقى بس. بص انضف واحد فيهم، كلمني انضف واحد فيهم. انا عايز اتكلم يوسف. اتفضل. انا ولا بصدق ده ولا بصدق ده ولا بصدق. انت اصحابك اصلا دول صحاب سوء. تمام. قال لك طبعا كنت بقى. ما تقلق وايه، ما تقلقش. مش عايزه يوسف. مش عايزه يوسف. خلصنا ان شاء الله. مش هيرد. ايه هو بيخلص شغل 5 فدلوقتي 4:30. هو فاضلنا. انا تعبت، انا تعبت. بس بعد اذنك صوتك ما يطلع يا يوسف. ازيك حبيبي؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ أنا كويس. هو ملزق وأنا مش بحبه أساسا. أنا زي الفل الحمد لله. أنا دودو جنبي وفاتح السبيكر أنا. دودو. أيوه بقول لك. مش إحنا. هي بتسلم عليك، هي بتسلم عليك. مش إحنا إمبارح بالليل كنا مع بعض؟ أنت أنا وأنت؟ أيوه. أهو. طيب وكنا مش سهرنا شويه وطولنا في السهره. وطلبت لك كور اهو. ايوه
طلبت له اوبر ليه؟ ما معاه عربيته، كان معاه عربيته، طلبت له اوبر ليه؟ عشان كانت جايبه طقم بوجيهات، عشان الفتيس الايه، الفتيس او البوجيهات اي حاجه، كانت تعبانه، كانت بايظه. انا قلت عليه محت... ماشي حبيبي يوسف، حتى ده أكل... لا انا اتقابل النهارده بالليل برضو. طيب خلاص ماشي، يلا سلام. ماشي يلا سلام. سلام. طب هو ليه توتر وقال لك ايه امبارح انا وانت؟ لا هو قلت لك اوبر عشان... اوبر ايه؟ انت عمرك ركبت اوبر؟ انت عمرك ركبت اوبر؟ وعربيتك دي فين؟ انت قلت لي انا مروح يا حبيبتي بالعربيه. امبارح كان بابا واخدها. قلت لي ليه امبارح في التليفون ان معاك العربيه؟ عشان ما تبقيش قلقان عليا يا حبيبي، بشيل هم ان انت تبقيش قاعد على نار. بقول لك ايه، انا مش هكمل معاه، ده شكه فيا صح، الموضوع انتهى، واعملي في حسابك من هنا ورايح مالناش دعوه ببعض، عشان ما دام الشك وصل للدرجه دي وما بتصدقنيش انا وتصدقي تلات عيال صحابي غرب يقربوا لك ايه دول؟ يحبوكي قد دي؟ يخافوا عليكي قد دي؟ خلاص طيب انا مش مكمل في العلاقه دي. خلاص انا لا 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 مش انا، مش انا اللي تشك فيا، مش انا. ما هو انا برضو كل الحاجات خليتني اشك فيك، اعمل ايه طيب؟ ما انا شك بلا زفت. ما انت برضو اصحابك وحشين وبتوع بنات. هما انا غيرهم، انا غير، ولو كنت زمان في يوم من الايام من يوم ما عرفتك الموضوع اختلف. خلاص خلاص انا اسف، مش هشك فيك تاني، ما بقتش قادر اشوف حد غيرك. خلاص مليتي عليا حياتي. ماشي بس انت يعني ما كدبت عليا ليه في موضوع العربيه؟ يعني كدبت ليه يعني؟ عشان ما تبقيش قلقانه وقاعده على نار في البيت، تفضلي محتاره بقى اروح ما اروحش، راكب ايه، ربنا يسترها عليه، فليه؟ مش عايزه اشيلك هم. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. وعايزه اطلب منك طلب بقى، صاحب القهوه منظم رحله كده 4 ايام 3 ليالي العين السخنه. انا مش مصدق انا اكلم لك يوسف او ابوه او يعني اكلم لك اي حد. لا لا خلاص خلاص روح، مصدقك روح. انزلي هاتي بقى ميه عشان لو كان اتحرك على طول. ماشي. الف شكر على الرجوله كلها والجدعانه كلها، احلى مسا عليكم يا رجاله. كنت هتقفش بس عدت، عدى وفات. النهارده بالليل في الشقه. يدوم العز يا رجاله، نردها لكم مع مراتاتكم ان شاء الله. يلا حبيبي يلا، عملت الموبايل اوف لاين عشان النهارده اليوم بتاعي. ماشي بس اخري على 8 9 عشان بس ماما عايزاني في مشوار. ماشي.